السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة التقويم وإعادة التأويل. واليوم هو 3 ماي 2024، ولدي رؤيا جديدة عن الفاطم الذي بشر به الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي سيخرج ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الرائية من بلاد فلسطين، والرؤيا فيها المهدي وحافظ الأسد الرئيس السوري الراحل ثم ملك الأردن عبد الله الثاني. وقبل أن أبدأ في قراءة الرؤيا مع التأويل، أذكر الإخوة والأخوات مجددا بمبلغ علمنا في عقيدة المهدي. وقلنا فيما مضى أن المهدي حق، وجاءت في حقه أحاديث صحيحة بلغت مبلغ التواتر، ومن يرد هذه الأحاديث بأي حجة فقد وضع رجلا خارج ملة الإسلام. للعلم أن هناك علماء يحاربون المهدي قبل خروجه بنكران الأحاديث النبوية الشريفة وتضعيفها بغير حق، وهناك جماعات دينية لها طابع سياسي وأهداف هي الأخرى تقلل من الأحاديث التي جاءت بحق الفاطمي بل تردها، كجماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا والذي سعى إلى استعادة أمجاد ما يسمى بالخلافة العثمانية على حساب أحاديث المهدي، ثم سعى كذلك من أجل التقارب السني الشيعي لأهداف سياسية على حساب الدين. وخرج من جماعة الإخوان المسلمين علماء يحاربون فكرة المهدوية كالراحل يوسف القرضاوي وغيره، وما تبقى من العلماء حاربوه أي المهدي في الصمت، حاربوه بالصمت أحبابي كرام، فتركوا كل من هب ودب يتناول مواضيع المهدي بالخطأ ويشرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تهواه نفسه. وكثرت القنوات على اليوتيوب التي تتكلم في أمر المهدي، وكثر المدعون في كل مكان، وكل هذه المظاهر من أجل الحرب على دعوة المهدي الحقيقية. وزاد الطين بلة أن ظهرت رؤى مكذوبة شيطانية من أجل إضلال الناس عن طريق الحق، ومن أجل الحرب على الرؤى الحق التي هي من الله سبحانه وتعالى. لذلك من يطرق هذه العلوم عليه أن يتحصن بالعلم الصحيح ويطرق باب الحق ويخلع عنه رداء الهوى والعصبية، ويتحمل أذى شياطين الإنس والجن، ويتوكل على الله الحي الذي لا يموت. مبلغ علمنا في عقيدة المهدي أنه ليس نبيا ولا رسولا كما يروج له البعض، وإنما هو خليفة الله وخير مجدد لهذه الأمة، وهو خاتم الأولياء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، والمهدي هو خاتم الأولياء. لن يأتي بكتاب جديد، نعم المهدي لن يأتي بكتاب جديد كما يدعي البعض، لكن سيكون ناصرا للكتاب والسنة، سيكون من أهل السنة والجماعة، سيخرج للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كأي عالم من علماء الأمة. لن يقول عن نفسه أنه المهدي، ولا يدعو أحد لمهدويته،
ولا يطلب من الناس الخروج على الحكام، لأن الحكم الجبري بفهم نصوص الدين تكمن في القوى الكبرى التي تكالبت على الأمة الإسلامية. وأذكركم بحديث تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. هذه الأمم التي تحكم العالم الآن انتصرت في الحربين العالميتين الأولى والثانية، ولن يزول هذا الحكم الجبري إلا بعد الحرب العالمية الثالثة. هو الزمان الذي سينزل فيه المهدي إلى الأرض ناصرا ومدافعا على ثغور المسلمين. لكن قبل هذا فهو داعيا إلى الحق بما علمه الله تعالى. إذن من يخرج إلى الناس ويقول أنه المهدي فاعلموا أنه كذاب دجال من الدجاجلة. وهذا الكلام قلته منذ زمان، قلت من يخرج الآن إلى الناس ويقول أنه المهدي فاعلموا أنه كذاب دجال. المهدي لا يقول أنا المهدي قطعا، ولا يدعو الناس لمبايعته، ولا يكره أحدا على هذا الأمر. نعم، هذه الحقيقة نقولها مرة أخرى. ومبلغ علمنا كذلك حسب الرؤى أنه هناك رؤى كثيرة يراها الناس من أفق شتى، يراها الناس من دول مختلفة، وهذه الرؤى يراها الناس ويتناقلونها بينهم ويحدثون الناس بها ويستبشرون بها. قد يستغلها الدجال وأهل النفاق في طريق آخر، فيجعلون من المهدي الحقيقي الذي يدافع عن الكتاب والسنة واحدا من جملة المدعين الكاذبين. المهدي قلنا لا يقول أنا المهدي، ولا يحكي أصلا رؤاه التي فيها دليل مهدويته، وإنما هي رؤى الناس التي يتناقلونها. قد يستغلها إبليس لفتنة القلوب المريضة. ونسمع يا إخوان، وهي بشارة وبشارة عظيمة، وهذه رؤية تكررت في درسنا السابق في درسنا الحالي بخصوص المهدي. أن المهدي قد بانت شخصيته لبعض أناس، يعني في أناس تعتقد أن فلان هو المهدي وفلان فعلا هو المهدي في إحدى الرؤى، يعني في ناس أصبحت تعلم من هو المهدي. فمين الناس ومين المهدي وفين المهدي وإنت وكيف؟ لسه ما ظهرت إشارات، ولكن البشارة أنه في ناس تظن وتعتقد أن فلان الفلاني هو المهدي وظنها في محل. ورؤيا هذه السيدة من فلسطين قد يكون لها محل من الإعراب، ويكون ظنها في محله. ونبدأ إن شاء الله تعالى في قراءة نص الرؤيا. تقول الرائية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شفت رؤيا غريبة، شفت موكبين للملك عبد الله ملك الأردن، وموكب للميت حافظ الأسد، والموكبين كبيرين، سيارات فارهة كثيرة جدا. جاءوا عند بيتي، ودخل عبد الله الثاني وحافظ الأسد إلى بيتي، وجلسوا بهدوء يسألونني عن المهدي. فخفت عليه بالبداية، لكني تذكرت أنه منصور وربنا حاميه، فقلت لهم المهدي هو فلان من دولة المغرب، وقد شفت فيه رؤيات كثيرة. فنظر كل منهم لبعضهم البعض، ونظر بالأرض، ثم هم بالخروج مع حرسهما. بس أنا لست خائفة منهم، بالعكس رحبت بهم وجئت لهم بالشاي، بس الأكواب نصفها، وشرب الملك عبد الله وتناول كمشة من النقود يعطيها لي. قلت نحن بخير الحمد لله. فعندما هما بالخروج نظرت للأرض، فإذا ورقة نقود 50 دينار، ناولتها لابني، قلت له ضب فلوسك، فقال لي ليست لي، ورماها على الأرض، فدعسوا عليها جنود الملكين وخرجوا. كان هذا هو نص الرؤيا، سأعبرها بالحق إن شاء الله تعالى. أقول وبالله السعين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله رب العالمين حمد عباده الصادقين الشاكرين،
ونصلي ونسلم على الحبيب المحبوب خير مبعوث للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبابي الكرام، أسأل الله تعالى أن تكونوا بخير وفي أتم الأحوال والصحة والعافية. أسأل الله تعالى أن يفتح لكم أبواب الخير دنيا وآخرة، ونسأل تعالى أن يحفظنا من شر الحاقدين ومن شر الظالمين ومن شر المنافقين ومن شر العائدين والحاسدين والساحرين ومن شر المدلسين وكل من يتاجر بهذا الدين. ونسأل تعالى أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. قولوا اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الرؤية هذه صادقة، والرؤية حق، والرؤية الحق هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وفيها 5 قرائن. القرينة الأولى: ما معنى موكب الملك عبد الله وموكب حافظ الأسد؟ والقرينة الثالثة والقرينة الثانية: ما معنى جلسوا يسألونني عن المهدي بمعنى موكب الملك عبد الله وموكب حافظ الأسد؟ جلسوا جميعا يسألون الرأي عن المهدي. والقرينة الثالثة: ما معنى قول الرأي المهدي منصور؟ ثم القرينة الرابعة: ما معنى شرب الملك عبد الله الشاي وأعطى للرأي كمشة من النقود؟ ثم القرينة الخامسة: ما معنى ورقة 50 دينار التي دعس عليها الجنود؟ نبدأ إن شاء الله تعالى بالقرينة الأولى: موكب الملك عبد الله وموكب حافظ الأسد. حافظ الأسد أحبابي الكرام رمز للخيانة، أقولها للمرة الثانية: حافظ الأسد رمز للخيانة، وأما عبد الله فهو رمز للمستقبل. حافظ الأسد ميت رمز للماضي، وعبد الله حي رمز للمستقبل. وموكب حافظ الأسد كناية عن المخابرات السورية التي ما زالت حية. قلت موكب حافظ الأسد كناية عن المخابرات السورية التي ما زالت حية بالرغم من موت حافظ الأسد. وأما موكب عبد الله كناية عن المخابرات الأردنية التي ما زالت تبحث في موضوع المهدي. وأدعوكم إلى هذا الفاصل. وادوا المغربية دورا حاسما في حرب أكتوبر 73، ونجحت بتحرير أجزاء مهمة من الجولان وجبل شيخ الذي يضم مركز مهم للاتصالات والرصد من خليج العقبة جنوبا حتى شمال دمشق. كانت الخطة تقتضي بدعم طائرات ميغا السورية للقوات المغربية من أجل الحفاظ على انتصار معركة الجبل، ولكن ما حدث كان العكس، ولم يرسل حافظ الأسد الطائرات السورية، والطائرات الوحيدة التي حلقت حينها كانت الإسرائيلية، وسقط شهداء المغاربة بالعشرات، واستعادت إسرائيل جبل شيخ والجولان. قلت حافظ الأسد يدل على الخيانة، والسنة التي تمت فيها هذه الخيانة هي سنة ميلاد المهدي من خلال رؤى كثيرة وصلتنا. حافظ الأسد لم يحمي ظهر المشاة المغاربة بعدما أبلوا البلاء الحسن، وبقدر الخيانة ولد الأمل، مستقبل الأمة الإسلامية والعربية. وننتقل إلى القرينة الثانية: ما معنى جلسوا يسألونني عن المهدي؟ وإنما المعنى أن حافظ الأسد كان يتحرى أثر المهدي في الماضي لكن مات، والآن الملك عبد الله الثاني يتابع خبره من بعيد. وأهم ما يشغل الملك عبد الله هو المهدي، وسؤالهم للرأي بمعنى يتحروا صدق الرؤى من عدمها، يتحروا صدق الرؤى التي تراها الرأي، لأنهم يعلمون قطعا أن الرؤى الصادقة هي من الله سبحانه وتعالى، ولا قبل لأحد بها إن كانت حقا بطبيعة الحال. ننتقل إلى القرينة الثالثة: ما معنى المهدي منصور؟
نعم، رؤى كثيرة تقول أن المهدي منصور ولا خوف عليه، لا يستطيع أحد أن يقتله أو يصيبه بأذى إلا أذى الشيطان كالمس والعين والحسد والسحر والتعطيل، فهذا يصاب به المهدي وهو موعود بليلة إصلاحه، لكن أن يتعرض للقتل أو غير ذلك فهو منصور محفوظ من الله سبحانه وتعالى. ومن يحارب المهدي يدخل في الحرب اللدنية. نعم، من فهناك ملائكة تحرسه، وهو بعناية الله سبحانه وتعالى من يدخل في حرب معه فكأنما يدخل في حرب لدنية، فكأنما يحارب الله سبحانه وتعالى. نعم، جاءت في حقه رؤى، الناس ترى رؤى في حق المهدي، والمخابرات تتابع هذه الرؤى. قلنا موكب الملك حافظ الأسد، الموكب معناها المخابرات، المخابرات السورية تتابع الرؤى التي تأتي في حق المهدي، وكذلك موكب الملك عبد الله، الموكب كناية المخابرات، المخابرات الأردنية كذلك تتابع هذه الرؤى. ننتقل إلى القرينة الرابعة. شرب الملك عبد الله الشاي وأعطى للرائية كمشة من النقود. الملك عبد الله له علم بهذه الرؤى، يعني سبحان الله، القرينة الرابعة تكشف أمور أو يعني تخرج أسرار. الملك عبد الله له علم بهذه الرؤى، ومعنى الزيارة لبيت الرائية، يعني معناها زيارة البروفيل الخاص بالرائية، ومعنى اختراق المخابرات الأردنية لبروفيل الرائية. نعم، أخذوا هذه الرؤى ووضعوها تحت المجهر، ويعلمون قطعا أن الرائية صادقة، لكن يريدون فقط الوقوف عند صدق هذه الرؤى ولا تكون من الشيطان أو اختراق من الشيطان. نعم، أقول لهم أنتم مع المعبر المغربي محمد مجاهد. وكون الملك يشرب الشاي بمعنى أنه يستأنس بهذه الرؤى ويعلم صدقها وصدق الرائية، وكونه أعطاها النقود بمعنى أن هذه الرائية التي هي من فلسطين تعيش داخل الأراضي الأردنية، وهذا هو المعنى. والقرينة الرابعة هي أهم قرينة موجودة في هذه الرؤى، وأقول للمخابرات الأردنية أنتم مع المعبر المغربي محمد مجاهد، وهذه رسالة. نعم، هذه رسالة حتى تعلموا أن علم الرؤى هو فوق علوم المخابرات، والرؤى تأتي بخبركم كما أنتم تتحرون الأخبار على طريقتكم، وفي الرؤيا أسرار أخرى لا يجوز ذكرها ونشرها. وأنتقل إلى القرينة الأخيرة، القرينة الخامسة. 50 دينار التي دعس عليها الجنود، ما معناها؟ 50 دينار التي دعس عليها الجنود معناها 50 سنة من عمر المهدي، 50 سنة من عمر المهدي راحت. وقلنا حينما كنت أتكلم عن خيانة حافظ الأسد للمغاربة سنة 1973، وقلنا سنة 1973 بقدر الخيانة بقدر ولادة نور الأمل سبحان الله الذي سيحيي مستقبل الأمة العربية والإسلامية. الآن هذه 50 سنة التي سقطت ودعس عليها الجنود وجاري المتابعة والتحري في السنوات المقبلة، فكل شيء مكشوف وتحت المجهر. كان معكم المعبر المغربي محمد مجاهد، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.